ينضم إلينا من رفح مراسلنا حازم البنا ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. نضال، أوجز لنا كل ما يقال إسرائيليا داخليا حول العملية في رفح، بالإضافة يعني إلى التأكيد على القيام بها وحتمية القيام بها. نعم كارولينا، يعني اولا هنالك وفقا لجانس طبعا هنالك اجماع داخل المجلس الحربي الاسرائيلي على الذهاب الى عمليه عسكريه في رفح. في اسرائيل يقولون لا يمكن اطفاء 80% من حريق داخل المنزل وترك 20% منه تشتعل، هذا سيؤدي الى اشتعال المنزل مره اخرى، هكذا يشبهون الاوضاع في قطاع غزه. هناك إصرار لدى الجيش الإسرائيلي عموما أو لدى الضباط الكبار للذهاب إلى عملية عسكرية في مدينة رفح، لكن التخبط لغاية الآن عند المستوى السياسي في إسرائيل الذي لم يتخذ قرارا لغاية الآن ولا خطة واضحة حول إخلاء السكان من مدينة رفح وحول شكل العملية العسكرية في مدينة رفح، حتى أن القوات الموجودة داخل القطاع الآن لا تكفي لعملية عسكرية واسعة في قطاع رفح في منطقة رفح. لكن على العموم هنالك بعض الملاحظات على ما يقوله الجانب الأمريكي وما تخطط له إسرائيل. الولايات المتحدة تتحدث عن عمليات محدودة أو ما تسمى بالعمليات الجراحية، عمليات دقيقة لقوات خاصة ضد أهداف ثمينة لحركة حماس. هل هذا يعني بأنه سيتم إبقاء السكان داخل مدينة رفح على أن العمليات لن تكون اجتياح واسع للمدينة؟ حتى لو تم إخلاء السكان، ما هي نوعية هذه العمليات التي ستقوم بها إسرائيل؟ إسرائيل تتحدث عن وجود نحو 3000 أو أكثر مقاتل لحركة حماس داخل مدينة رفح، كيف ستقوم بالوصول إلى هؤلاء في عمليات دقيقة لعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي؟ هذا غير ممكن عسكريا، على الأقل سيحتاج لسنوات ربما من أجل الوصول إلى مقاتلين بهذه الأعداد في عمليات خاصة لقوات نخبة داخل مدينة رفح. إذن هذا غير ممكن، إسرائيل لا يمكن أن تحقق هدفها بالوصول إلى هذه القوات أو على الأقل الهدف المعلن عبر عمليات خاصة. إذن إما أن الاقتراح الأمريكي هو سلم نزول للقيادة الإسرائيلية لتنفيذ بعض العمليات والقول بأنها أنهت مهامها في مدينة رفح، أو أن إسرائيل ستستغل عنوان عمليات خاصة محدودة في مدينة رفح من أجل توسيع العمليات إلى عملية اجتياح شاملة كما حصل في باقي المدن في قطاع غزة، ويمكن أن تتحول بسرعة العمليات العسكرية من عملية محدودة إلى عملية واسعة. أذكر هنا عام 82 عندما قرر أرييل شارون وأخبر الحكومة بأنه ذاهب لبضعة كيلومترات لإنشاء حزام أمني في جنوبي لبنان، وخلال أيام وصل إلى بيروت، وهكذا يمكن أن تبدأ عملية عسكرية في مدينة رفح كعملية خاصة تتحول سريعا إلى عملية اجتياح لكل المدينة. أنتقل إلى رفح مع مراسلنا حازم البنا. حازم، دعنا بصورة الجو الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في رفح، كيف يتعاملون مع مثل هذه الأخبار خصوصا المتعلقة باحتمال نقل إلى مناطق آمنة في جنوب غرب رفح وفي أيضا مناطق الوسط؟ نعم كارولينا، أولا يعني يجب أن نتذكر بأنه هؤلاء النازحين الذين يعني يقدر أعدادهم بنحو 1.3 مليون إلى 1.5 مليون تقريبا في منطقة رفح، عاشوا تجربة نزوح أكثر من مرة في أكثر من منطقة، وبالتالي جزء كبير منهم ما زال ينظر إلى يعني هذه التهديدات الإسرائيلية على أنها لن تكون في الوقت القريب، وبالتالي يفضلون البقاء في أماكنهم. طبعا في بداية هذه التهديدات جزء من هذه العائلات قد خرجت بالفعل إلى المحافظة الوسطى، منطقة دير البلح، النصيرات، البريج، تحسبا من أي هجوم إسرائيلي مباغت، خاصة في ظل اشتداد الهجمات الإسرائيلية على منطقة رفح. لكن البعض الآخر ما زال يفضل انتظار اتضاح الصورة بشكل أفضل حتى يعرف إلى أين يمكن أن تكون الوجهة. البعض الآخر يفضل البقاء، هذا الغريب في الأمر، يعني من جراء تكرار مشهد النزوح في أكثر من مرة لم يعد للفلسطينيون أو جزء كبير منهم على الأقل قدرة وطاقة وإمكانيات لأن يخرج من هذه المنطقة وأبدأ من الصفر مجددا في منطقة أخرى. يعني حتى المقترح الذي يطرح الآن لإقامة جزر إنسانية
المدنية في مناطق وسط القطاع، هل ستكون عبارة عن أراضي فارغة ومن ثم السكان لديهم الحرية بأن يستقدموا إليها خيامهم، أم ستكون مجهزة بجميع الاحتياجات الإنسانية؟ هذا الأمر حتى اللحظة غير واضح، ولدى عدد كبير من النازحين إنهاكا ذهنيا ونفسيا وأيضا ماديا من كثرة النزوح، لذلك حتى اللحظة السكان يتعاملون مع الأمر الواقع، يحاولون التكيف، وأيضا يعني كما يقال أيديهم على قلوبهم فيما يتعلق بشن عملية عسكرية مباغتة في منطقة رفح. حتى اللحظة يعني الجانب الإسرائيلي ما زال يقول بأنه هذه العملية لن تكون وشيكة على الأقل في الوقت المنظور، لأنه الأمر قد يكون أيضا ليس في صالح أي تطور فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، خاصة بعد المواقف الأخيرة سواء من حركة حماس التي بدأت تقبل بهدنة على مراحل، وأيضا الجانب الإسرائيلي الذي لم يعد يرى في عودة السكان إلى مناطق شمالية القطاع عائقا أمام مفاوضات صفقة التبادل. لذلك قد يحتاج هذا الأمر وقتا، مسألة الاجتياح الإسرائيلي إلى منطقة رفح، لذلك عمليا السكان هنا يراقبون كيف يتصرف الجيش الإسرائيلي عسكريا. يعني لاحظنا أنه في الأيام الماضية بدأ الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات الاغتيال لشخصيات تعمل في الأجهزة الشرطية أو تعمل في يعني لجان الطوارئ، وهي شخصيات بشكل أو بآخر محسوبة على حركة حماس، ويحاول أن يصفي أيضا عدد من القيادات العسكرية في هذه المنطقة، لذلك هو يعمل بشكل مريح في منطقة رفح انتظارا لمرحلة الاجتياح البري. كلما حاول الجيش الإسرائيلي أن يقوم بتصفية هذه العناصر التي لديها القدرة على الاتصال والتنسيق والمراقبة فيما يتعلق بالأعمال العسكرية التابعة لحركة حماس، سيكون بذلك قد نجح في تفكيك البنية العسكرية الحركة قبل الاجتياح منطقة رفح. لذلك الأمور ما تزال غير واضحة، ولكن الخشية ما تزال مستمرة من مفاقمة الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة إذا ما تم هذا الأمر. شكرا لك حازم البنا من رفح، وشكر لنضال كنعنة من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية.